يصر الاتحاد الدولي للمؤرخين أن يعقدوا بالتعاون مع الجمعية الليبية الأندلسية ندوة علمية دولية تحت عنوان جهود العراقيين والليبيين في خدمة التراث الأندلسي. أترك الآن الكلمة لشركانا، أترك الكلمة الآن للدكتور كمال الهرامة رئيس مجلس الإدارة للجمعية الليبية الأندلسية وعميد كلية الشريعة. إذا كان موجود دكتور كمال. مرحبا بك دكتور إبراهيم، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الأساتذة الأفاضل والأستاذات الفضليات في الاتحاد الدولي للمؤرخين، الأساتذة الأفاضل والأستاذات الفضليات أعضاء الجمعية الليبية الأندلسية، السادة المتابعين عبر شبكة المعلومات الدولية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنه يسرني ومن هذه البقعة الطيبة كلية العلوم الشرعية والإفتاء ومركز الشيخ علي الغرياني للكتاب أن أرحب باسم الجمعية الليبية الأندلسية بالاتحاد الدولي للمؤرخين من دولة العراق الحبيبة أرض الشعر والتاريخ والفكر. فالشكر موصول لهذا الاتحاد الذي تفاعل معنا لإقامة هذه الندوة العلمية القيمة التي سيتناول فيها الباحثون إيجاز الأول الإنجازات التي قام بها الليبيون والعراقيون في خدمة التراث الأندلسي. وهنا سيتم التركيز على شخصيتين قدمتا للأدب والتاريخ الأندلسي الكثير في حياتهما وما زالا، وكما سيتم التركيز على شخصيتين بارزتين من العراق خدمتا التراث الأندلسي، وهما المؤرخ عبد الرحمن الحجي وجهوده في كتابة التاريخ الأندلس، يقدمه لنا الدكتور إن شاء الله قاسم عبدو سعدون، وجهود اللواء الركن محمود شيد خطاب في تدوين التاريخ الأندلسي يعرضه علينا الدكتور عامر ممدوح. وسيكون الأستاذة الدكتورة صباح الشيخلي إطلالة تحملنا من خلالها عبر جهود العامة لأساتذة العراق في الدراسات التاريخية الأندلسية نشوءا وتطورا. وهذا اللقاء الأول مع الاتحاد الدولي للمؤرخين الذي تعد هذه الندوة باكورة عمل تتطلع الجمعية الليبية الأندلسية إلى ندوات ومؤتمرات أخرى مشتركة معه، يكون العمل فيها موسعا ومتعددا المشاركات. السادة الأفاضل، نترككم الآن مع هذه الأعمال المتميزة رفقة الأساتذة الأفاضل ومدير الجلسة الأستاذ الدكتور عبد الستار بشية، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الأساتذة الكرام في الاتحاد الدولي للمؤرخين والأساتذة الكرام في الجمعية الليبية الأندلسية الحاضرين معهم بأشخاصهم في هذه الحلقة عبر قنوات التواصل الاجتماعي وغيرها. بداية، تتقدم الجمعية الليبية الأندلسية بكل مقاييس الاحترام إلى الاتحاد الدولي للمؤرخين بالعراق، وكلمة لا بد منها وهي أن الصلات الليبية العراقية قديمة، ولعل من أجمل الصلات التي حظيت بها هي زيارة الملا عثمان الموصلي إلى طرابلس في نهاية الحكم العثماني الثاني وتواصله مع عدة من مشايخ البلاد الطرابلسية، وقد أفادوا منه أيما إفادة في مجالات عدة. إذن الدكتور قاسم،
عبد سعدون حسن الحسيني بكالوريوس تاريخ كلية التربية، تاريخ من كلية التربية جامعة دقار 1998، ماجستير تاريخ إسلامي مغرب وأندلس من الجامعة الوطنية الماليزية سنة 2010، دكتوراه تاريخ إسلامي مغرب وأندلس جامعة البصرة كلية الأداب سنة 2018، عضو هيئة تدريس في جامعة ميسان كلية التربية قسم التاريخ. له عدة مؤلفات علمية، منها كتب ومنها بحوث، شارك في عدة مؤتمرات علمية، ويبدو أن عدد المؤتمرات ما شاء الله تصل إلى 27 مؤتمر ما بين محلي ودولي. لديه بحوث منشورة في مجلات علمية عربية ومحلية في العراق، شارك في مناقشة مجموعة من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه. مشاركته اليوم في هذه الندوة هي حول المؤرخ الكبير عبد الرحمن علي الحجي وجهوده في كتابة تاريخ الأندلس. فليتفضل الأستاذ الدكتور قاسم عبد سعدون لإلقاء بحثه في هذه الندوة المباركة إن شاء الله. تفضل دكتور. شكرا جزيلا أخي الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بك يا مرحبا. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السيد رئيس الاتحاد الدولي للمؤرخين العرب الأستاذ الدكتور إبراهيم البيراني المحترم، السيدات والسادة أعضاء الجمعية الليبية الأندلسية المحترمون، الأساتذة المشاركون كلا حسب مكانته وجميل حروف اسمه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن بدأ أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم وبذل جهدا من أجل إعداد هذه الندوة الدولية، داعيا من الله أن يوفقهم لخدمة البلاد والعباد. عنوان ورقة البحثية: المؤرخ عبد الرحمن علي الحجي وجهوده في كتابة تاريخ الأندلس. لا يخفى على الجميع أن ثلاثة من المؤرخين الكبار أنجزوا مؤلفاتهم القيمة عن تاريخ الأندلس ولقيت رواجا كبيرا لدى القراء والباحثين والمهتمين بالدراسات الأندلسية. وهؤلاء المؤرخون هم المرحوم محمد عبد الله عنان والمرحوم حسين مؤنس والمرحوم عبد الرحمن علي الحجي. ولا أقصد يعني حينما قصرت على هؤلاء الثلاثة لأنهم رحلوا، أما الساحة الأندلسية فأنجبت لدينا مؤرخين كبار يستحقون الاحترام، حيث غدت هذه المؤلفات هؤلاء الثلاثة مؤلفات مهمة لا يمكن لأي باحث أو مهتم بالدراسات الأندلسية الاستغناء عن ما أنجزه هؤلاء الكبار وما خطت أناملهم. لذلك سيكون محور حديثنا حول جهود المرحوم عبد الرحمن علي الحجي في كتابة تاريخ الأندلس، مسلطا الضوء على كتابه الموسوم التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة، والذي هو هذا قريب جدا عليه هذا الكتاب، مستعرضا منهجه في تأليف هذا الكتاب بصورة خاصة ومنهجه في تأليف الكتب أو دراسة التاريخ الإسلامي بصورة عامة. وقبل الخوض في تفاصيل المحور الحديث لابد أن أسلط الضوء عن السيرة الذاتية للمرحوم عبد الرحمن الحجي. ولد المرحوم عبد الرحمن الحجي في مدينة المقدادية التابعة لمحافظة ديالى سنة 1935، وتعلم ودرس في مدارس هذه المدينة، ثم التحق في كلية دار العلوم في القاهرة وتخرج منها سنة 1959، ثم حصل على الدبلوم العالي من جامعة مدريد عام 1961. بعدها التحق في جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة عام 1966، وحصل على شهادة الدكتوراه، ليعتبر أول أستاذ عراقي يحصل على شهادة الدكتوراه في تاريخ الأندلس. وقد كان عنوان أطروحته للدكتوراه هو العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وأوروبا الغربية منذ الإمارة حتى نهاية الخلافة الأموية، أي منذ سنة 155 إلى سنة 366 للهجرة. قدمها في جامعة كامبريدج ومصادرها ب12 لغة، وقد نشرت بالإنجليزية وترجمت إلى العربية، حتى أن مشرفه السيد جون هوبكنز
قال لو يأتي أي باحث بعد 100 عام لن يضيف إلى البحث في هذا الموضوع حرفا واحدا. ولعل الدافع الذي دفع السيد المشرف بقول ما قاله ذلك يعود لصانة الأطروحة، وأحاطت المرحوم عبد الرحمن الحجي في موضوع الأطروحة من جوانبها جميعا. استطاع المرحوم عبد الرحمن الحجي أن يفرض نفسه في ميدان الأندلس وأن يؤلف المؤلفات الأندلسية التي لا يمكن أي باحث في ميدان الأندلس أن يتخطى هذه المؤلفات، لأنها غطت جوانب مهمة في هذا الاختصاص. ثم رسخ هذا المفهوم بحضوره وتواصله مع المختصين في تاريخ الأندلس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقدما المساعدة لكل من يطلبها منه، الأمر الذي يدل على تواضعه ومتانته العلمية العالية، حيث جمع بين هيبة العلماء وتواضع الزهاد، وقد جمعني به اتصالا هاتفيا لاستشارته في بعض المواضيع التي تخص تاريخ الأندلس، والتمست منه أنه عالما متبحرا كثير القراءة والاطلاع، يمضي جل وقته في مطالعة الكتب وقراءته. اتصلت به عام 2010 في لاستشارته حول رسالة الماجستير تبعي الموسومة الموتسكيون والعالم الإسلامي من سقوط غرناطة حتى نهاية محاكم التفتيش الإسبانية. شجعني بالخوض في غمار هذا الموضوع، وقد زودني بعض المصادر التي أسهمت وساعدتني في إنجاز موضوع رسالته. المتتبع لحياة المرحوم يجد أنه لم يكن يبحث عن عمل، وإنما بحث عن ميدان، لذلك اختار الفردوس المفقود وأبدع في كتابة تاريخه لتكون الأندلس أهم أولياته. فالحج والأندلس صنوان اقترنا سوية، فألف الكتب وحقق المخطوطات التي تخص تاريخ الأندلس، فلا غرابة أن نشبهه بأبي علي القاضي البغدادي الذي ترك بغداد ومات في الأندلس. ومؤرخنا المرحوم الحج رحمه الله انتقل من بغداد واستقر في الأندلس ومات فيها، ناهيك عن أنه كان يسمى الأندلس بأرض الآباء والأجداد، ويطلق على مدريد العاصمة الأوروبية التي بناها المسلمون، وهذا الأمر يدل على حبه وعشقه لبلاد الأندلس، لذلك استحق بداية أن يطلق عليه ألقابا منها عاشق الأندلس وفارس الأندلس وشيخ المؤرخين الأندلسيين. ونظرا للمكانة العلمية التي حظي بها المرحوم الحجي، فقد نال احتراما ومكانة مهمة من لدن الإسبان، حيث وصفت المستشرقة الإسبانية ماريا خويسوس فيجيرا، وهي استاذة إسبانية ومهتمة بالدراسات الشرقية، وصفته بأنه عالم كبير يستحق الاحترام. كذلك فقد صدر عدد خاص من مجلد رؤى، وهي مجلد فصلية تعني بموضوعات العلوم الإنسانية والنصوص الأدبية، أصدرت العدد الخامس في كانون الثاني عام 2022، وكان جد هذه البحوث هذا العدد حول مسيرة المرحوم عبد الرحمن علي الحجي إكراما وتخليدا لمسيرته العلمية. عمل المرحوم عبد الرحمن آل الحجي في تدريس بعض الجامعات العربية، منها أنه عمل أستاذا جامعيا في العديد من الجامعات العربية، منها جامعة بغداد، جامعة صنعاء، جامعة الملك سعود، وجامعة الكويت، وبعض جامعات الإمارات. قدم العديد من المحاضرات في دواوين ومجالس الكويت، وعمل مقدما في برامج إذاعية وتلفزيونية متنقلا بين مكتباتها ودور نشرها، يؤلف الكتب ويعد البحوث العلمية. كذلك أسس المرحوم الحجي مركز ابن حزم عام 2015، وهو مركز تطوعي يوثق تاريخ الأندلس، وافتتح المركز بمحاضرة رائعة ألقيت في مسجد الدولة الكبير في الكويت. كذلك سعى المرحوم الحجي إلى تأسيس مركز للدراسات الإسلامية ودراسة تاريخ الأندلس، إلا أن سعيه لم يتحقق لأن المشروع يحتاج إلى أموال كثيرة، الأمر الذي أشار إليه المرحوم في إحدى مقابلاته الصحفية، حيث أشار إلى أن المشروع يحتاج إلى 1,000,000 دولار، وأطلق عليه إعادة كتابة التاريخ الإسلامي. وحينما تعذر إقامة المشروع استدله المرحوم بتأسيس مجلة علمية محكمة تعنى بنشر الأبحاث العلمية الرصينة التي تهتم بدراسة التاريخ الإسلامي بشكل عام وتاريخ الأندلس بشكل خاص، وأطلق على هذه المجلة مجلة البدور. شكرا للدكتور قاسم عبد السعدون على ما قدمه في هذه الجولة حول رحلة علمية لعالم متميز في كتابة التاريخ الأندلسي في جوانب عدة،
تحقيقا ودراسة ونظرا للظواهر التاريخية من خلال مؤلفاته، سواء كانت كتبا أو مقالات منشورة في مجلات علمية. ولعل من أهم ما تطرق له الكتاب الرائع من الفتح الإسلامي حتى سقوط الأندلس. أكرر شكري لما قدمه. إذن الأستاذ الدكتور عبد الله محمد الزيات، أستاذ الأدب الأندلسي والنقد العربي في كلية اللغات، قدم مجموعة من المؤلفات الرصينة في مجال الأدب الأندلسي، ولعل من أهمها رتاء المدن في الأندلس، وهو كتاب مطبوع عن جامعة قاريونس. له مشاركات في مؤتمرات علمية حول اللغة العربية، وهو عضو مجمع اللغة العربية الليبي طرابلس، وهو كذلك رئيس لجنة التراث اللغوي والأدبي بالمجمع. ولكن نحيل إليه الآن الكلمة للحديث عن الأعمال البحثية حول الدراسات الأندلسية، قراءة في أعمال الملتقى الأول للدراسات الأندلسية الذي أقيم في سنة 2019 في مجمع اللغة العربية، احتفاء بالأعمال الليبية المقدمة حول بلاد الأندلس تاريخا وأدبا وفقها ولغة. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأحييكم جميعا وأرحب بالاتحاد الدولي للمؤرخين وعلى رأسه الأستاذ الدكتور إبراهيم البيضاني. وفعلا كان اللقاء في تونس، وهو اللقاء الذي جرى حول الأندلس تاريخا وحضارة، كان ممهدا أو كان من ثمراته هذا اللقاء الذي نعده باكورة للقاءات بين الجمعية الليبية الأندلسية والاتحاد الدولي للمؤرخين للعمل في مجال التراث الأندلسي المشترك بيننا جميعا. أرحب بكم جميعا وأبدأ بورقة هذه، والتي بعنوان جهود الليبيين الأكاديمية في خدمة التراث الأندلسي، وهي أيضا يعني منبثقة أو هي تلخيص عن ذلك الكتاب الذي صدر في جزئين عن مجمع اللغة العربية. وأنا أهم بكتابة هذه الورقة المتواضعة، خطرت ببالي فكرة، يعني وإن كان الفرق والبون شاسعا ولكنني لابد أن أذكرها. هذه الفكرة التي خطرت هي ما دونه إمام الأندلس ومؤرخها الكبير ابن حزم، الذي كتب رسالة بعنوان فضل الأندلس، وشتان ما بيني وبين ابن حزم، وشتان ما بين ما سطرته وهو اختصار لعمل آخر، وبين ما سطره ابن حزم وهو يكتب عن علماء الأندلس وما أضافوه للعلوم والثقافة الإسلامية. ولكنها فكرة، وكما قيل فبالكرام تشبه إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. إذن أبدأ بإذن الله تعالى في هذه الورقة. فأولا الدراسات النحوية، ماذا أضاف الليبيون للدراسات الأندلسية النحوية؟ قام الليبيون فيها بدراسة العديد من كتب النحو الأندلسي أو كتب النحو في المشرق التي كانت مؤثرة في النحو الأندلسي. ولعل أبعد من قام بذلك الأستاذ الدكتور محمد خليفة الدناع، الذي نوقش في أطروحة للدكتوراه
في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، عنوانها أثر كتاب سيبويه في نحاة الأندلس وجهودهم في شرحه، وذلك عام 77 و900 وألف. وقد احتمد فيها على مخطوطات أندلسية كانت أرضا بكرا، أو على مخطوطات أندلسية كانت أرضا بكرا، ابتدعها لمن جاء بعده من البحاث الشاذين في علم النحو وخصوصا النحو الأندلسي. فقام على ذلك عدة دراسات في النحو العربي في الأندلس، صارت أطاريح ورسائل علمية في جامعات عربية مختلفة. ثم عقب ذلك الأستاذ الدكتور خليفة محمد بديري، الذي أقام أطروحته للدكتوراه على دراسة النحو الأندلسي انطلاقا من مصدر مهم في مصادر النحو في المشرق، ألا وهو كتاب الجمل للزجاجي، وما كان له من أثر مباشر أو غير مباشر، وذلك عن طريق تأثر الأندلسيين بشرح بعض المشارقة له هو، أو الشارح هو ابن بابشاذ الذي شرح كتاب الجمل، وكان لهذا الشرح أثر على الأندلسيين، أو الشرح الذي قدمه الأندلسي الآخر وهو ابن الفخار لهذا المصدر المشرقي. فكان بحث الدكتور خليفة بعنوان أثر كتاب الجمل في نحاة الأندلس من خلال ابن الفخار وابن بابشاذ، مع تحقيق شرح الجمل لابن الفخار. وقبل هذا وبعد الدكتور الدناع قام الدكتور مصطفى العربي بدراسة وتحقيق كتاب نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل لمحمد ابن محمد ابن أبي بكر المرابط الدلائي. وهذا الأخير وإن لم يكن أندلسيا فقد قام كتابه الذي حققه الدكتور مصطفى العربي على كتاب لأندلسي شهير وهو بن مالك صاحب المؤلفات العديدة في النحو. أما الدراسات القرآنية، بل بالأحرى الدراسات القائمة على علوم القرآن، فقد تفردت بها في هذا المجموع دراسة الدكتور عبد العاطي محمد عبد الجليل، الذي جاءت دراسته لنص وشخص إمام علوم القراءات في الأندلس والمغرب أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، الذي كان قد أثار حركة كبيرة في الدراسات الخاصة بعلوم القرآن في دانية وشرق الأندلس عموما، حتى شهرت مدرسته في ذلك في الأندلس وفي المشرق. فقد قدم الدكتور عبد العاطي عبد الجليل أطروحة في جامعة مدريد الوطنية بعنوان أبو عمرو الداني وكتابه التيسير في القراءات السبع نموذجا، وذلك في العام 2001. أما الدراسات الفقهية التفسيرية، فقد قامت دراسات مهمة في هذا المجال، مثل دراسة الدكتور عبد السلام أبو سعد في كتابه، أو في كتاب الأندلسي ابن عطية، وبالتحديد في تفسيره الذي قامت عليه عدة دراسات. فجاءت دراسة الدكتور عبد السلام أبو سعد تحت عنوان التفسير الفقهي عند ابن عطية، تقدم بها إلى كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان عام 2000 للميلاد، وطبعت الأطروحة ونشرتها كلية الدعوة بطرابلس عام 2009. وفي الدراسات الفقهية التي قام بها الليبيون على التراث موريسكي أو مدجن مجهول، وقد كان الغموض الذي يلف مؤلفه وعصره المحدد سببا في أن يضيع الكثير مما هو مفيد في استجلاء ما يتعلق بهذا الكتاب وظروف تأليفه. وقد كان عنوان التحقيق والدراسة، وبالتالي عنوان الأطروحة التي تقدم بها الباحث إلى جامعة الأوتونوما بمدريد عام 2010، علم القضاء الإسلامي من خلال جامع الأحكام في معاني الخصام، دراسة وتحقيق مع محاولة التعرف على مؤلف الكتاب. وكان لفقهاء الأندلس في كتب الفقه التي ألفها الليبيون، كما عرض ذلك وقرره الدكتور جمعة الزريقي في بحثه المعنون بتأثر الفقه في ليبيا بفقهاء الأندلس. وبالتحديد كان الدكتور الزريقي قد هدف من بحثه تلك الاجتهادات الفقهية الأندلسية التي تركت أثرها في العلماء الليبيين،
وقد ذكر الباحث العديد من أعلام الأشخاص والأسر التي أسهمت في التأليف الفقهي في ليبيا والكتب الأندلسية التي أثرت في الأعلام الليبيين من الفقهاء، كما ذكر بعض المسائل الفقهية التي تناولها الفقهاء الليبيون من فقهاء الأندلس. كذلك أيضا من الدراسات التي قامت على الأدب الأندلسي بحثان قام بهما الدكتور عبد الستار بشية، أولهما موضوع له علاقة بهذه البلاد أي ليبيا والأندلس، وهو موضوع فن المألوف الذي يعلم المختصون علاقته الموسيقية والأدبية بالموشحات الأندلسية وتمكنه في ليبيا حتى اتخذ طابعا محليا يتضح أكثر ما يتضح ربما في التسمية التي لا نجدها تقريبا إلا في ليبيا. فقد قدم الدكتور عبد الستار موضوع المألوف في ليبيا رسالة للماجستير نوقشت في كلية الآداب بجامعة طرابلس في العام 2000، وقد قسم في العام 2000 نعم هذا العمل الأول، ثم بعد ذلك عمله للدكتوراه وهو كتاب نفح الطيب للمقري مصدرا أدبيا، وقد نوقش هذا العمل الأخير أطروحة للدكتوراه بجامعة المينيا بمصر عام 2008. وفي عام 2003 قدم الدكتور كمال عبد الحميد الهرامة رسالته للماجستير بعنوان أثر الحوار والصراع الفكري على النص الشعري الأندلسي في عصر الطوائف المرابطين، وذلك في كلية الآداب بجامعة طرابلس. ومن البحوث الأكاديمية التي قامت على النثر الأندلسي بحث الدكتورة عائشة أبو القاسم كلا، وهو بعنوان الرسالة النثرية الأندلسية خلال القرن الثامن، تقدمت به إلى جامعة طرابلس وتحصلت على درجة الماجستير عام 2003. كما قامت الباحثة آمنة جمعة خلاصة ببحث قدمته في جامعة طرابلس للحصول على درجة الماجستير عام 2004 بعنوان الاختيارات الشعرية الأندلسية في القرن الثامن الهجري من خلال كتب الاختيار والتراجم. ومن رسائل الماجستير التي أنجزت في الدراسات الأدبية الأندلسية المغاربية بكلية اللغات بجامعة طرابلس عام 99 و900 و1000 البحث الذي حمل العنوان الكتاب المغاربة في مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري دراسة في المنهج والمحتوى مع ملحق لتحقيق النص، وقد قام به الدكتور نوري أحمد عبيريد. وكذلك أيضا يعني يوجد لا شك أنه يوجد غير ما ذكر موجزا من دراسات وتحقيقات أخرى عديدة للليبيين ولم تذكر في هذه الإطالة الموجزة السريعة، أم إما لأنها لم تكن عملا أكاديميا قدم في الجامعات أو أنها لم تقدم في الملتقى الأول للدراسات الأندلسية في ليبيا ولذلك لم نقف عندها ولم نذكر أصحابها. وكان هذا الذي ذكر يمثل أهم ما قام به الليبيون من خدمة التراث الأندلسي على امتداد حقبة لم تقل عن 3/4 القرن، وهي زمن ليس بالكثير، ولعل ذلك راجع إلى النشوء المتأخر لجامعة الليبية وثم أيضا تأخر إقامة الدراسات العليا في هذه الجامعة، وربما يرجع الأمر إلى أسباب أخرى ليس من المناسب ذكرها الآن. أكتفي بهذا إذن، وأرجو المعذرة من السادة أصحاب الأعمال التي فاتني ذكرها، كما أرجو المعذرة من أصحاب الأعمال المذكورة التي لم أقف عندها مبينا ومفصلا. والسلام عليكم ورحمة الله. الآن الورقة للدكتور عامر موجود؟ دكتور عامر ممدوح؟ نعم دكتور موجود. دكتور عامر ممدوح خيره أستاذ التاريخ الأندلسي في الجامعة العراقية كلية الآداب قسم التاريخ، وأيضا هو بمرتبة أستاذ مساعد حاصل على الماجستير والدكتوراه من كلية الآداب جامعة بغداد، ومهتم بدراسات التاريخ الأندلسي وفلسفة التاريخ ومناهج البحث، وله العديد من الأبحاث اللي مختص فيها في مجال اختصاصه في تاريخ الأندلس. يتقدم الآن بورقته الموسومة، الورقة العلمية اللي تقدم بها الدكتور عامر تحمل عنوان جهود اللواء الركن محمود شيد خطاب في تدوين التاريخ الأندلس، فليتفضل دكتور عامر. شكرا لكم أستاذنا. الأساتذة الكرام كلهم بصفته وعنوانه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرصة طيبة وسعيدة دون شك أن أكون في هذه الندوة العلمية بوجود هذه النخبة الطيبة من الأساتذة الكبار والكرام، ومع هذه الأوراق العلمية البالغة الأهمية والمكانة دون شك.
ورقتي ستكون عن اللواء الركن محمود سيد خطاب رحمه الله ودوره وإسهاماته في تدوين تاريخ الأندلس. وحقيقة الأمر أن هذه الشخصية العسكرية المرموقة في المجتمع العراقي بشكل خاص وفي العالم العربي والإسلام بشكل عام أسهمت بشكل متميز وأسهمت بشكل حقيقة حقق إضافة علمية نوعية إلى ميدان الدراسات التاريخية الأندلسية، على الرغم من أن الشخصية اللواء الركن محمود سيد خطاب رحمه الله هي لم تكن يعني شخصية مؤرخ بالمعنى الأكاديمي التقليدي الذي نعرفه، فهو شخصية تدرج في دراساته العسكرية وفي مراتبه العسكرية الميدانية، ومع ذلك فقد احتوت أو احتوى على الجانبين بشكل متميز. الجانب الأول هو جانب الشخصية العسكرية التي تدرجت في المراتب العسكرية كافة وصولا إلى المرتبة التي وصلها وهي مرتبة اللواء الركن، والشهادات التي يعني أخذها سواء الماجستير والدراسات العسكرية العليا سواء في بغداد أو من إنجلترا في عام 1955، والمساهمات الميدانية حقيقة الأمر التي لا يسع المجال لذكرها هنا، المساهمات العسكرية بالتحديد التي نشير لها. على الجانب الآخر اتسمت شخصية اللواء الركن محمود سيد خطاب بجانب آخر هو الجانب البحثي، وتبدو الصورة مترابطة حقيقة الأمر في الإشارة إلى جهود اللواء الركن محمود سيد خطاب، تبدو الصورة مترابطة بين النشأة وبين المهنة وبين الإسهام البحثي. نشأة هذا الرجل الكبير حقيقة الذي يمثل قامة بحثية وعسكرية كبيرة جدا، نشأته في ضمن بيئة عرفت بالتدين، عرفت بالالتزام الديني الواضح، انطبعت هذه الأمور في طابع شخصيته وسمته الذي كان هو سمت الشخص المتدين الملتزم دينيا الذي يحمل حقيقة الفكرة الإسلامية في منهجه وفكره، وحتى انعكس الأمر على نتاجه العام ونتاجه الأندلسي بشكل خاص. كذلك طبيعة شخصيته العسكرية التي تدرج فيها كما ذكرنا وأسلفنا في حقيقة مراتب عديدة انعكست في طبيعة توجهه البحثي، فهو المتميز وهو المتخصص في جانب الدراسات العسكرية التاريخية، وبشكل لا يعني يجاريه ربما أحد، وله على الأقل إن صحت التسمية له الريادة في هذا الباب، فهو تخصص في تدوين التاريخ العسكري العربي الإسلامي ودخل في تفاصيله ونظر له من منظور عسكري متخصص، وبالتالي جاءت كتاباته تدمج فيها الجانبين أو يدمج بهما الجانبان العسكري والبحثي المتخصص، والذي حاول أن يقترب فيه ونجح حقيقة إلى حد كبير جدا أنه يقترب إلى جانب أو إلى مصاف المؤرخين المتخصصين في هذا الجانب. كذلك لو نظرنا إلى العصر الذي عاش فيه اللواء الركن محمود سيد خطاب، وهو قد عاش من 1919 إلى 1998 في القرن الماضي، نجد أنه العصر الذي عاش فيه كان عصرا مليئا بالتحديات، بالأحداث الكبيرة جدا، الحروب العالمية، موضوع قضية فلسطين، انعكس هذا الأمر بشكل خاص أيضا على طبيعة نتاجه واهتماماته، فهو لم يعني يتوقف عن ربط القضية التاريخية بقضية التحديات التي تواجه الأمة، بل هو على العكس يرى أنه حتى هذا التاريخ الإسلامي وتاريخ يواجه التحدي دوما، وهذا التحدي هو جزء من التحدي الذي تواجهه الأمة العربية والأمة الإسلامية في وجودها وفي القضايا الأساسية ولا سيما قضية فلسطين. لذلك لو نظرنا إلى نتاجات اللواء الركن محمود سيد خطاب بشكل عام لوجدناها يعني تبرز ظاهرة العسكرية العربية الإسلامية بشكل خاص دون شك، وله يعني حقيقة العديد من المؤلفات، قد يعني جاوزت 300 مؤلف كما هو أشار في سيرته الذاتية التي كتبها وموجودة لا تزال بخط يده. كذلك تنوعت محاور إسهاماته بين العسكرية العربية التخصصية، ثم محور الدعوة للإسلام والدفاع عنه، ثم الميدان
الفني العسكري، ومن ثم محور العدو الصهيوني وتسليط الضوء على القضية الفلسطينية بشكل خاص، ثم كذلك نتكلم عن محور السيرة النبوية والتاريخ العربي، والمحور الذي تميز به بشكل كبير جدا وهو محور قادة الفتح. الإسهام الأندلسي للواء ركن محمود الشيد خطاب جاء ضمن مساهمته العامة لتسليط الضوء على قادة فتح الفتوحات الإسلامية بشكل عام والأندلس بشكل خاص، وهو قد خصص كتابا خاصا لقادة فتح بلاد الأندلس في جزئين. ظهر هذا الكتاب طبعا بعد وفاته ورأى النور بعد وفاته، وهو سار فيه في نسق ما سار فيه في الأجزاء الأخرى من سلسلته الكبيرة يعني قادة الفتح، وهو تسليط الضوء على أبرز قادة الفتح الإسلامي في المنطقة التي يصل يعني التي يعني يكتب فيها من جهة، وكذلك تقديم لمحات عن طبيعة الفتوحات بالعموم، وتقديم لمحات تاريخية لهذه البيئة التي يتكلم عنها، سواء كانت في المغرب، سواء كانت في الأندلس، سواء كانت في كثير من البلدان التي جاءت فيها يعني سلسلته الشهيرة قادة الفتح. لو أتينا على الفكرة في يعني في وقفاتنا لهذه الورقة، لو أتينا على الفكرة التاريخية لدى اللواء ركن محمود الشيد خطاب، لوجدنا أنه يهتم بالتاريخ لإدراكه قيمة هذا الفرع المعرفي، ارتباط هذا الأمر بالدعوة القرآنية التي جاءت في ختام سورة يوسف، في يعني التأمل في القصص القرآني، في الاهتمام بدراسة التاريخ من أجل العبرة، في جعل التاريخ وهو دراسة الماضي في نفس الوقت مرتبطاً بتحسين الواقع الحاضر وفي بناء المستقبل، فبالتالي هو جعله شرطاً من شروط النهضة، وهو كتب كتاباته كافة حتى وإن كانت في شكلها يعني التخصصي شكلا عسكريا، لكنه لم يتوقف عند هذا المنحى، بل هو عمد إلى تقديم رؤية تحليلية للأحداث التاريخية التي كان يخصص الكلام عنها، وإن كانت تبدأ بصيغة الكلام عن قائد مثل طارق بن زياد، عن موسى بن نصير وإلى آخره، ولكنه كان يستفيض في تبيان من جهة تبيان طبيعة هذه الشخصية العسكرية أولا، ثم طبيعة المعارك التي كان يعني يخوضها هذا القائد، ثم تقديم صورة تفصيلية لشخصية هذا القائد كإنسان وكشخصية قائد يعني كشخصية عسكرية وربما شخصية إدارية، الشخصية التي ساهم بها بنشر الإسلام وإلى آخره، ثم تقديم يعني شكلا من أشكال التحليل للحدث التاريخي المرتبط به. كل ذلك قدمه اللواء ركن محمود الشيد خطاب وفق توثيق حقيقة تاريخي رصين جدا، فهو كان حريصا على أنه يوثق معلوماته من الكتب التاريخية الأصيلة، يدقق حقيقة في المعلومات، يقدم يعني مقدمات جغرافية أولا ومن ثم تاريخية ثانيا، ويعرف بالشخوص بالأعلام بالأماكن، ويعرف بالأحداث التي لها ارتباط بما يكتب. هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية التي تهمنا هنا أنه لما جاء اللواء ركن محمود الشيد خطاب ودون قادة فتح بلاد الأندلس أو دون تاريخ الأندلس بشكل عام، هو ركز على ناحيتين. الناحية الأولى هي ناحية الفتح الإسلامي لبلاد الأندلس، وربطه بطبيعة الحال بالعقيدة الإسلامية. كما أسلفت أنه اللواء ركن محمود الشيد خطاب هو يمثل التوجه الإسلامي في دراسة التاريخ عامة وفي دراسة التاريخ الأندلسي بشكل خاص. هذا التوجه بدأ واضحا وانعكس بشكل واضح على طبيعة تدوينه لتاريخ الأندلس ورؤيته لأحداثه، فهو تعامل مع الفتح الإسلامي وربطه بالعقيدة وبالدعوة إلى نشر الدين، تعامل مع كل الروايات التي حاولت أن تقلل من قيمة هذا المنجز بالإشارة إلى ظروف يعني الأندلس قبل الفتح، إلى ظروف التمزق السياسي أو التدهور المجتمعي وغيره، كل هذا حاول أن يبين حقيقة وحجمه، دور اليهود في مساعدتهم، قصة يوليان لوذريق وما يتبعه من القصص المعروفة بما يتعلق بفتح الأندلس، كل ذلك حاول اللواء ركن محمود الشيد خطاب رحمه الله أن يعيده إلى مكانته الطبيعية بما لا يؤثر على طبيعة الفتح وقيمته وقيمة هذا المنجز بنشر الدين وإدخال هذه الأرض الواسعة إلى
يعني حظيرة الدولة العربية أو حظيرة الدولة الإسلامية بشكل عام. هذا من جهة. من جهة ثانية وقف طويلا ليحلل وليبين وجهة نظره ورؤيته لسقوط الأندلس، فهو اهتم ابتداء بحادثة الفتح بكل ما يعني تتضمنه من تفاصيل، ثم انتقل إلى حادثة سقوط غرناطة وتسليم غرناطة وزوال الوجود الإسلامي من بلاد الأندلس، وطبعا لا يتوقف عند هذه النقطة بل يتحول إلى أيضا إلى ما بعد تسليم غرناطة والأحداث المؤسفة التي مرت على المسلمين ومحاكم التفتيش ومحول وجود الإسلامي ويعني التراث الإسلامي هنالك. هنا يتأمل كثيرا ويربط هذه الحادثة بشكل أساسي بمدى الالتزام بالعقيدة، فإذا كان الفتح الإسلامي قد حقق أو تحقق هذا المنجز بالتزام المسلمين بالعقيدة بكون الفاتحين يعني يعمدون بنشر الدين، ف يعني في لفتة حقيقة بالغة الأهمية وتحتاج وقوف كثير، هو يقول أن بعض الفاتحين يعني نجحوا أو أن الفاتحين نجحوا حينما كان فتحهم من أجل الدين، لكن حينما تحول الفتح إلى فتح الجيوب، وهو يقصد ويتعامل مع مرحلة يعني دول الطوائف ودويلات الطوائف وما بعدها، تحول الوجود الإسلامي إلى حالة التراجع وإلى حالة الانكفاء. بالتالي يرى أنه سقوط غرناطة وتسليم غرناطة وسقوط الأندلس، زوال الوجود الإسلامي بالأندلس، هو حالة متراكمة من التراجعات، حالة مرتبطة بالوضع الداخلي بمدى الالتزام بالعقيدة الإسلامية. دكتور عامر قدم لنا شخصية مهمة في مجال الفكر، رغم أنه شخصية عسكرية لكنها قدمت نتاجا كبيرا في مجال التاريخ ومجال علم التاريخ، فهو عسكري وباحث، وأهم شيء في الورقة اللي قدمت هو أنه موضوع البحث اللواء محمود شيد خطاب كان من يكتب، يعني هو أيضا استعرض إلى حالته وظروفه المحيطة به والتحديات اللي كانت تواجه الأمة وتواجه المجتمع بشكل عام، فهو مر بظروف سياسية الوطن العربي والعراق، ظروف سياسية مختلفة، فهو أيضا تحدث لنا باعتباره أنه أبرز لنا ظاهرة العسكرية العربية الإسلامية. طبعا عن ذلك فهمنا من خلال الورقة اللي قدمت وحجم النتاجات الواسعة والكبيرة اللي قدمها. الملاحظة اللي انتبهت عليها في هذا الجانب القضية العلاقة أو المقدمات قاعد تفيدنا كنا كباحثين، المقدمات التاريخية والجغرافية، يعني من تتحدث عن أي قضية تاريخية لابد أن تعرف البيئة في ذلك الوقت، سواء كانت البيئة السياسية التاريخية أو الجغرافية، فهذه مسألة مهمة في إطار البحث العلمي والتاريخي. النقطة الأخرى المهمة اللي توقفت عندها من أشار لها دكتور عامر هو موضوعة الفتح عندما يرتبط بالهدف السامي، يعني من أجل عندما ارتبط بهدف من أجل تحقيق الإسلام أو من أجل الإسلام نشر راية الإسلام تحققت النجاحات، ولكن عندما اختلفت الأهداف اتجهنا إلى الانكسارات والضعف. الآن الورقة إلى الدكتورة خديجة. دكتورة خديجة موجودة إن شاء الله؟ نعم. الدكتورة خديجة أحمد البدوي عبد الله الفقيه، جامعة طرابلس، كلية التربية جنزور، حصلت على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها من جامعة محمد الخامس الرباط المغرب. طبعا لديها خبرات علمية وتدريسية وتدريس أيضا. الورقة اللي تقدمها تحمل عنوان الأستاذ الدكتور عبد الحميد عبد الله الهرامة وجهوده في خدمة النص الشعري الأندلسي. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف طلعت؟ الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وبعد. فإن هذه الورقة العلمية تأتي انطلاقا من أهمية التعريف بالعلماء المعاصرين في ليبيا ورصد نتاجهم العلمي وتوثيق مؤلفاتهم ومتابعة نتائج بحوثهم العلمية المنهجية وكشف رؤاهم المعرفية وأساليب عملهم في مجالات العلم والمعرفة عامة، ثم في مجال الدراسات الأندلسية على وجه الخصوص، ساعية إلى تحقيق الأهداف الآتية: أولاً، الإسهام في تنمية البحث العلمي وتطوير أساليبه وتحديث آلياته. ثانياً، السعي إلى نشر المناخ العلمي الملائم الذي يتيح الفرصة أمام الباحثين والدارسين لتعميق رؤاهم وتوسيع مداركهم وإجراء بحوثهم وتطوير دراساتهم والاستفادة من نتائج البحوث العلمية في ذلك. الوقوف على الجهود العلمية المبذولة في مجال الأدب الأندلسي والدراسات الأندلسية التي ما زالت في حاجة إلى مزيد من الجهود العلمية لإظهار هذا التراث الأندلسي العزيز الزاخر بمقوماته الفكرية الغني بقيمه الإنسانية وتجاربه الإبداعية تحقيقاً ودراسة وتحليلاً ونقداً. تسليط الضوء على نماذج من السير العلمية المشرفة للعلماء الليبيين المعاصرين. الدراسات السابقة: لم أعثر على دراسة علمية منهجية سابقة حول موضوع هذه الورقة، وثمة معلومات كثيرة في ثنايا المؤلفات تشيد بالجهود التي يطلع بها العالم الكبير الأستاذ الدكتور عبد الحميد الهرامة في خدمة التراث الأندلسي عامة والنص الشعري على وجه الخصوص، ومن أبرزها ما أورده الأستاذ مصطفى الغديري في مقالة له بمجلة دعوة الحق، حيث تحدث فيها عن كتاب القصيدة الأندلسية وعرف بهذه الدراسة القيمة ووصف محتوياتها، وما ذكره الدكتور محمد عويد الساير في مقدمة كتاب أندلسيات في تحقيق النص الشعري الأندلسي ونقده. لقد اتبعت في هذه الورقة العلمية المنهج الوصفي الذي يعتمد على جمع المعلومات والبيانات وتحليلها وتفسيرها، فجاءت في مقدمة ومبحثين وخاتمة كما يلي: أولاً، المبحث الأول سيرة وتاريخ. أولاً، المؤلف سيرته ومؤهلاته ومهامه. ثانياً، الإنتاج العلمي والمشاركات العلمية. المبحث الثاني جهود المؤلف في خدمة النص الشعري الأندلسي: أولاً، التحقيق العلمي. ثانياً، الإشراف العلمي والمشاركات في المناقشات العلمية، الرسائل العلمية والأطروحات. ثالثاً، التأليف العلمي في الدراسات الأندلسية دراسة وتحليلاً ونقداً. ثم خاتمة وتوصيات. المبحث الأول سيرة وتاريخ: أولاً، المؤلف سيرته ومؤهلاته ومهامه، تعريف به وبمؤهلاته ودرجاته العلمية. الأستاذ الدكتور عبد الحميد عبد الله أبو القاسم الهرامة متحصل على لسانس آداب وتربية من جامعة طرابلس عام 76 و900 ألف للميلاد، والماجستير في الأدب الأندلسي من الجامعة نفسها عام 82 و900 ألف، ودكتوراه الدولة في الأدب الأندلسي من جامعة عبد الملك السعدي بتطوان بالمغرب عام 94 و900 ألف للميلاد بدرجة حسن جدا ممتاز. وعمل أستاذ الدكتور عبد الحميد معيدا بكلية التربية بطرابلس من بداية عام 77 و900 ألف للميلاد، وتحصل على درجة محاضر عام 82 و900، وعلى درجة أستاذ مساعد عام 85 و900 ألف، وعلى درجة أستاذ مشارك عام 95 و900، ثم تحصل على درجة أستاذ عام 2000. إن الأستاذ الدكتور عبد الحميد الهرامة عالم من علماء ليبيا المعاصرين الذين تميزوا بعمق الفهم وسعة المعرفة وغزارة الإنتاج العلمي والقدرة على الضبط والتقصي والاستيعاب، متمكن من أدوات البحث وآلياته على مستوى التأليف والتحقيق والتحليل والنقد، متخصص دقيق المعرفة في الدراسات الأندلسية والأدب الأندلسي وتاريخه وإبداعه ومبدعه، هذا مع دماتة خلق وطيب نفس وحسن معشر وتواضع جم لا يتأتى إلا للنخبة من الأخيار الموفقين.
المهام العلمية والإدارية. حمل الأستاذ دكتور عبد الحميد الهرامة منذ تخرجه أستاذاً للأدب والبحث العلمي في كلية التربية وكلية الدعوة الإسلامية بطرابلس بليبيا، ثم شغل رئاسة قسم اللغة العربية بكلية الدعوة الإسلامية عام 1995 حتى عام 2000، وانتدب للعمل خبيراً بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو منذ العام 2001 وحتى عام 2002، وعقب عودته عمل مديراً لمكتب المؤتمرات والهيئات والإغاثة والمراكز الإسلامية بجمعية الدعوة الإسلامية بطرابلس عام 13 و2000. وجاءت مصادر هذه الدراسة ومراجعها فيما يزيد على 250 مصدراً ومرجعاً بين مخطوط ومطبوع. إن المطلع على هذه الدراسة يلاحظ الجهد العلمي والعمل الجاد الدؤوب الذي بذل في سبيل إنجاز هذا العمل العلمي الضخم، وسيقف مشدوداً إلى جدية مؤلفه وجودة بحثه أسلوباً ومضموناً ومنهج معالجة قضايا الشعر الأندلسي في القرن الثامن الهجري، الذي يعد عند الباحثين في التراث الأندلسي قرن الروادف والرواجف في تاريخ دولة الإسلام بالأندلس. وتتجلى قيمة هذا الكتاب في أنه يعد نموذجاً للتأليف والبحث العلمي الجاد الرصين، ومرجعاً مهماً لكل الباحثين في الدراسات الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري، وقيمة علمية منهجية مضافة للمكتبة الأندلسية، وذلك لعوامل متعددة يمكن إيجازها فيما يلي. أولاً، منهج البحث الذي استخدمه. ثانياً، كثرة النصوص التي حققها. ثالثاً، ضبط النصوص. رابعاً، الإحاطة والشمول. خامساً، تنوع المصادر. الخاتمة، لقد سلطت هذه الورقة العلمية الضوء على جانبين: جانب تاريخي تمثل في عرض سيرة علمية لعلم من أعلام ليبيا المعاصرين الأفذاذ، عالم وباحث ومصنف ومشارك في كثير من العلوم والمعارف، وكشف البحث عن كثير من المصنفات والمؤلفات الموزعة بين التأليف والتحقيق والتحليل والنقد والإبداع، واكتفى بعرض بعض النماذج نظراً لضيق الوقت والحاجة إلى مزيد من الضبط، ولم يشر إلى المؤلفات التي تحت الإنجاز ولا إلى جميع الندوات والمؤتمرات التي أنجزت في الموضوعات العامة، ولعل أيدي الباحثين تمتد إليها في قابل الأيام. وفي القسم الثاني، استعرض البحث المصنفات التي أنجزها المؤلف في الدراسات الأندلسية والشعر الأندلسي تحقيقاً وتأليفاً وإشرافاً ومناقشة، وذكر نماذج قليلة مما توفر منها، ثم التركيز في هذا القسم بالتحليل والتفصيل على كتاب القصيدة الأندلسية خلال القرن الثامن الهجري، الظواهر والقضايا والأبنية لعوام فصلها البحث. وهكذا يتبين من خلال هذا العرض الموجز الذي سمح به الوقت الضيق أن جهود الأستاذ الدكتور عبد الحميد الهرامة في البحث العلمي عامة وفي الدراسات الأندلسية والأدب الأندلسي على وجه الخصوص قد تخطت الدائرة الليبية إلى دائرة العالمين العربي والإسلامي، وهذا يدلل على أن الإمكانيات العلمية والمعرفية الحقيقية المرموقة والجادة قادرة على شق طريقها وإثبات وجودها والإسهام بجدارة وكفاءة في تطور البحث العلمي وتوجيهه ونشره، والله من وراء القصد. شكرا للدكتورة خديجة أحمد البدوي على هذه الورقة العلمية القيمة. في نهاية هذه الجلسة أود أن أقدم الشكر والتقدير لكل الباحثين في هذه الجلسات العلمية وكل المساهمين في إحياء وإنجاح هذه الندوة.